السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my lovely student. معادنا النهاردة مع The Last Lesson in Our Book, كتاب Science Basics for Kids Part 2. في الليسن ده نتكلم مع بعض عن The Energy and Its Transformations. وبرضو كالعادة هنقسمها لـ 2 Parts. هنتكلم عن Energy النهاردة والمرة اللي جاية نتكلم عن Transformations أو التحولات بتاعتها. أكيد بنسمع كلمة Energy كتير وأكيد نحب نعرف عنها أكتر، وده هيكون موضوعنا النهاردة. والموضوع ده على فكرة موجود في Grade 4 إن شاء الله. لما تدخل Grade 4 هتحس إن أنت يعني عرفت حاجات كتير جدا واستفدت جدا من الموضوع ده، وهيساعدك في دراسة الجزء ده في Grade 4 إن شاء الله. تعال نبدأ مع بعض، والليسن ده قسمناه على 2 Parts. هناخد Part النهاردة وبارت بعد ده بإذن الله. نبدأ مع بعض. Open your book page 88. In page 88 بدأ يتكلم معاك ويقول لك energy and its transformations. Usually you hear the word energy. انت عادة بتسمع كلمة energy دي and you use it. بتستخدمها many times in your talking. But do you know the meaning of this word? عارف معناها؟ تعال نعرف مع بعض. Through this activity, we can conclude the meaning of energy. تعال بقى نروح على الاكتيفيتي، لأنك زي ما عودتك ما بدلكش المعلومة كده، لازم نفكر سوا مع بعض. Activity 1 بيقول لي look at the following pictures then answer. Picture A زي ما واضح قدامك كده، في موبايل اهوت ومكتوب عليه 0%، يعني الباتري هنا رايحة خالص. تعال بقى نشوف بيقول لي ايه. This mobile has the ability to work. الموبايل ده اللي هو 0% ده has the ability to work، يعني ممكن يشتغل. ايه رأيك؟ Agree or disagree؟ Of course disagree. هيشتغل ازاي؟ Battery 0 ازاي؟ طبعا مستحيل. طيب to make the mobile work we need ايه عشان هو يشتغل؟ We need ايه؟ We need water، we need air، ولا we need electricity؟ يا مستر احنا محتاجين الكتريستي، كهرباء، عشان نوصله بيها ويبدأ يعمل charging او recharging اللي هو الشحن يعني. طيب after charging the mobile with electricity it can work. Agree or disagree؟ لما اعمل charging يا مستر yes اكيد ده هنا work، وبالتالي I agree. حلو جدا. تعال بقى نروح لـ picture 2. هنا واضح كده ان الراجل ده واقف على الطريق ومعاه جيركن اهوت، تقريبا هو بقى يعني في مشكله في العربيه. تعال نشوف هو ايه الموضوع. بيقول لي fuel in this car is finished. الفيول ده يا ولاد اللي هو الوقود is finished so it has the ability to work، يعني هي عندها القدره has the ability to work، انها تشتغل وتعمل شغل. طيب do you agree or disagree؟ هي الفيول finished، ها هل كده هي has the ability to work؟ No disagree، انا مش موافق على الكلام ده. هي كده طالما مفيش فيول عمرها ما هتشتغل. صح صح. طيب to make the car work عشان تشتغل we need ايه؟ هل we need water، we need air، ولا we need gasoline؟ هتقول لي يا مستر يعني ايه جازولين؟ جازولين هو البنزين. يبقى ساعتها تقول لي لا يا مستر الكار دي to work need gasoline. عظيم جدا، برافو عليك. طيب number 3 after putting gasoline، لما نحط جازولين in the car tank في التانك بتاعها and burning it ونبدأ نعمل له burning في الانجن بتاعها the car can work. Agree or disagree؟ لا يا مستر في الحالة دي I agree، موافق فعلا هي هتشتغل عادي جدا. عظيم جدا. طيب تعال بقى نشوف احنا من التو اكتيفيتيز دول او من التو بيكتشرز دول احنا فهمنا ايه. From this activity we can notice that electricity and burning gasoline give mobile and the car the ability to do work، يعني هو دول اللي خلوا الموبايل والكار ان هما can work او do work او يشتغلوا. طيب and without them mobile and the car can't do any work، من غيرهم مفيش حاجه ولا هيشتغلوا خالص. حلو جدا.
هنا نقدر نقول بقى انه electricity and gasoline represents the energy. هم دول يا ولاد الايه؟ الانرجي which gives the mobile and the car the ability to do work. صح ولا لا؟ يا مستر هم فعلا اللي عملوا كده. يبقى هنا يا ولاد نقدر نقول ان الانرجي اللي هي في الالكتريستي والجازولين هي اللي بتدي the ability to do work. تمام؟ يبقى ده معناه انه ايه هي الانرجي؟ الانرجي is the ability to do work. هي ان انت يبقى عندك القدرة انك to do work، انك تعمل شغل زي ما احنا شفنا. طيب يبقى ده كده يا ولاد the definition of energy. طب تعالى كده عندنا يعني for example عندك هنا واضح كده انه الريموت ده ما فيهوش باتري، الباتري بره. طيب يبقى هنا has no ability to do work. وطالما هو الريموت ده has no ability to do work ما يقدرش يعمل حاجة، تمام، يبقى ده معناه ان هو has no energy. صح؟ صح. يبقى هنا it needs battery to work، والباتري ديت لما تتحط جواه ساعتها هيكون عنده الابيليتي تو دو ورك، يبقى الباتري ديت هي اللي هتدي له انرجي. صح. طيب هنا الفان اللي قدامنا دي هاز ابيليتي تو دو ورك، ده معناه ان هي هاز انرجي. يبقى كده فهمنا يا اولاد معنى ذا ابيليتي تو دو ورك، ان يكون في عندي انرجي. لو عندي انرجي يبقى انا عندي ذا ابيليتي تو دو ورك. يبقى وات از ذا انرجي؟ انرجي از ذا ابيليتي تو دو ورك. طيب now let's agree that nothing can move or work without energy. يبقى خلينا نتفق مع بعض اتفاق انه nothing can move or work without energy. مفيش حاجة ممكن انها تشتغل او تتحرك الا اذا كان في انرجي موجود عندها، وده واضح جدا من الموبايل، واضح جدا من الكار اللي ما كانش فيها فيول، وواضح جدا من الريموت اللي ما كانش فيه باتري، واضح جدا من الفان اللي لما كانت كونكتد او متوصله بالالكتريستي كانت ورك عادي جدا. يبقى هنا يا اولاد خلينا نتفق مع بعض اتفاق، اوكي ليتس اجري، يعني خلينا نتفق انه nothing can move or work without energy. مستحيل، مفيش حاجه اسمها حاجه تمشي من غير انرجي. طب تعالى كده، يعني this man is moving، الراجل ده عمال بيتحرك اهو، صح؟ صح. this man is moving so he has energy. اكيد مستحيل يتحرك الا اذا كان عنده انرجي. حلو جدا. طب هو جاب الانرجي بتاعته منين؟ he gets his this energy from food by burning it. صح. هو كده بياخد الانرجي، واحنا خدنا الكلام ده في الـ digestive system وفي الـ respiratory system. بيكون في عنده digested food بيعمل له burning، وهي دي اللي بتدي له energy inside body cells. طيب هو انت اهو you studied before، مش انت درست قبل كده انه الـ burning ده عبارة عن chemical reaction؟ فاكر لما قلنا بيبقى عندي الـ food digested food and oxygen بيعملوا reaction مع بعض، وده اسمه burning، فبيديني energy، وكان بيديني الكربون دايوكسيد جاز والووتر فابر. طيب يبقى ده عبارة عن chemical reaction، الـ burning of food جوه جسمنا ده عبارة عن chemical reaction، وبالتالي نقدر نقول ان الـ energy in the food اللي جوه جسمنا بنقول عليها ان هي chemical energy. بنقول عليها ان هي chemical energy. ايش معنى بنقول عليها chemical energy؟ عشان هي ما ظهرتش وما خرجتش من الفود الا لما عملنا burning اللي هو chemical reaction. فطالما انها ظهرت بعد الـ chemical reaction فبنسمي الـ energy ديت chemical energy. يبقى الراجل ده جواه انرجي نوعها ايه؟ ها؟ نوعها كيميكال انرجي جت من الفود اللي كان فيه، جت من الفود اللي كان موجود جوه جسمنا، هي اللي بيكون جواها كيميكال انرجي. طيب تعالى كده في نمبر 2، this paper is flying. انت لو شفت بيبر طايره تمام لوحدها ده هيكون شيء عجيب، لان مفيش حاجه اسمها ورقه تطير لوحدها. طب لما البيبر ده يبقى طاير اكيد حاجه طيرته، صح؟ صح. الحاجه دي هي انرجي. طب بس جت منين؟ تعال كده نشوف. This paper is flying so it has energy. يبقى اكيد البيبر ده عنده انرجي. طب جاتها منين؟ It gets this energy from the movement of the air. يعني الاير كان معدي جنبها، والاير وهو معدي خلى البيبر دول ان هما يطيروا. تمام؟
طيب النوع ده من الانرجي بنسميها ميكانيكال انرجي. فالميكانيكال انرجي ديت مرتبطه بايه؟ مرتبطه بانه في حاجه تكون ان موفمنت، يعني حاجه بتكون ان موفمنت يعني في حاله حركه. لو في حاجه بتتحرك يبقى هي عندها كيميكال انرجي، زي الاير اللي كان متحرك كده، ده بيكون عنده ميكانيكال انرجي هي اللي خلت البيبر تطير قدام مني زي ما انا شايف. يبقى هنا يا اولاد البيبر دي اخدت ميكانيكال انرجي من الاير اللي كان بيتحرك جنبها، يبقى كده عندي ميكانيكال انرجي. كده لو لاحظت هتلاقي ان في عندي كيميكال انرجي دي اللي موجوده انسايد اور بوديز بناخدها من الفود، وفي كمان ميكانيكال انرجي لما بيكون في شيء ان موفمنت او ان موشن. تمام. طيب عندنا هنا اكتيفيتي 2، تعال عشان نثبت معلوماتنا شويه ونحاول نتاكد ان احنا فهمنا. بيقول لي look at the following pictures then answer. This car is moving. So it has الكار دي is moving، اهي ماشيه، يبقى it has yes energy. حلو جدا. طالما ماشيه وبتعمل work اهيت، يبقى دي كده has energy. طيب number 2، the car gets energy from ايه؟ من الووتر ولا من الاير ولا fuel؟ yes يا مستر، from fuel او من الوقود. حلو جدا. طيب the car gets energy from fuel by drinking it ولا by burning it؟ يا مستر فاكرينها في الريسبيراتوري سيستم كنا بنعمل burning للفيول، يبقى by burning it. طيب the energy stored in the fuel is called a، الانرجي بقى اللي جوه الفيول اللي احنا عملنا له burning ده يا ترى نسميها ايه؟ ميكانيكال ولا كيميكال؟ مش يا مستر الفيول ده عملنا له burning، فلما عملنا له burning اداني الانرجي؟ حضرتك كنت قلت ان البيرنينج ده كيميكال رياكشن. ايوه، فيبقى كده يا مستر بيرنينج اوف فيول ده بيديني او ده الانرجي اللي جوه الفيول دي طالما طلعت بالبيرنينج يبقى دي كان اسمها كيميكال انرجي. يبقى ذا انرجي ستورد او المتخزنه جوه الفيول يا اولاد طالما انها ما ظهرتش غير لما عملنا له burning inside the engine of the car، يبقى ده كده الفيول جواه chemical energy. يبقى the energy stored in the fuel called chemical energy. دي زي اللي كانت فين؟ زي اللي كانت في الفود اللي جوه جسمنا. الفود برضو ما طلعش energy إلا لما عملنا له burning، يبقى كانت الانرجي اللي جواه ديت chemical energy ظهرت بعد البيرنينج. طيب number 5، the energy produced from movement of the car، يعني الانرجي وهي ماشيه. تمام، الانرجي اللي بتيجي منها بقى وهي ماشيه كده، لو ماشيه وطيرت حاجه جنبها ده معناه ان هي عندها انرجي. ايه الانرجي اللي موجوده عند الكار في الحاله ديت؟ مش يا مستر حضرتك قايل ان الكار دي ان موفمنت، يعني متحركه، يبقى عندها ميكانيكال انرجي يا مستر. برافو عليك، يبقى هنا ميكانيكال انرجي. اعتقد كده ثبتنا يا اولاد المعلومتين وعرفنا الفرق بين الكيميكال انرجي والميكانيكال انرجي. تعال نكمل عشان نفهم حاجات اكتر. نوت، لاحظ moving objects have mechanical energy as moving cars winds and running water، الميه حتى وهي بتجري جوه البحر او جوه الريفر بتاعنا ده بيبقى معناها ان هي عندها ميكانيكال انرجي. طيب تعالى كده، في كلمة هنا أو في جملة مكتوبة، الجملة دي عجيبة شوية. بيقول لي energy is the energy but forms may change. أنا بقلد الإيموشن على فكرة. إيه ده؟ يعني إيه energy is the energy but forms may change؟ يعني إيه الكلام ده؟ طيب energy is the energy يعني الطاقة هي الطاقة؟ أحمد هو الحاج أحمد مثلا. ايه مش فاهم يعني ايه energy is the energy؟ هنفهم دلوقتي. but forms may change، ولكن كلمة forms يا ولاد يعني الاشكال بتاعتها او الصور بتاعت الانرجي ممكن انها change. يعني ايه؟ يعني مش قلت لك من شوية احمد زي الحاج احمد؟ يعني ايه؟ يعني لو احمد دوت لبس قميص وبنطلون ومش عارف ايه هو احمد. طب لو لبس جلابية وعمة كده وبتاع هو الحاج احمد. الاثنين هو احمد بس غير الفورم بتاعته او الشكل بتاعه. تمام؟ تمام. طيب to understand more بقى سيبك من احمد والحاج احمد وتعالى نركز في الانرجي بقى. في الانرجي هنا بيقول لي to understand what this sentence means
let's do this activity. تعال نعمل activity هيفهمنا القصة دي. يعني ايه energy is energy but forms may change. تعال نشوف. بص يا سيدي، انت هنا قدامك three pictures ل three cards. اوكي، لو لاحظت معايا كده، the three types of cars have the ability to do work. صح، التلات عربيات دول have the ability to do work. So all of them have energy. طالما انه ده ان دي has the ability to do work ودي has the ability to do work ودي has the ability to do work، يبقى التلاتة كده have energy. صح؟ آه يا مستر صح. طيب that makes them move but the form of this energy differs from one to another. تاني كده، الفورم يعني شكل الانرجي differs بتختلف from one to another. يعني هنا مثلا في الكار دي، بص كده، دي بتحط ايه؟ جازولين. حلو. طب دي بتعتمد هنا في سولار سيلز، اهيت بتعتمد على السولار انرجي او الطاقة بتاعت الشمس، تمام؟ ودي هنا علامة الكهرباء اهيت، واضح ان ديت بتحط لها الكتريستي زي عربية تسلا اللي احنا شفناها اللي بتشتغل بالكهرباء. طيب يبقى هنا بيقول لي forms of energy differ، يعني هنا دي عندي energy وهنا في energy وهنا في energy، كل واحدة غير التانية. تعال كده نقرأ مع بعض كده الquestions اللي موجودة ونحاول نفكر مع بعض. يعني هنا بيقول لي car number one دي use fuel، هتستخدم الفيول اللي هو الجازولين. So the form of used energy is a. The form of used energy is a. بما ان استخدمت فيول، هو الفيول ده ايه الانرجي اللي عنده؟ هل هي ميكانيكال ولا كيميكال ولا الكتريكال؟ لا يا مستر، احنا لسه قايلين الفيول ده بنعمل له بيرنينج فيديني انرجي، وطالما عملنا بيرنينج يبقى ده كيميكال انرجي. يبقى هنا يا مستر الفيول ده كيميكال، تمام. طيب نمبر 2، كار نمبر 2 يوز sunlight، بتاخد ضوء الشمس. So the form of used energy is light chemical or electric energy. لا يا مستر، دي كده بتاخد السان لايت، فبالتالي ده لايت انرجي، تمام. طيب كار نمبر 3 يوز electricity زي ما احنا شايفين. So the form of used energy is mechanical ولا chemical ولا electric. لا يا مستر، دي كده هتبقى electric energy. ركز معايا، هنا الثري كارز هاف انرجي، صح، والثلاثه كان موف بالانرجي اللي هم اخذوها. بس هل الانرجي اللي هم اخذوها واحده؟ لا، الفورمز اختلفت. انا عندي انرجي بس من الفيول، نوعها كيميكال، والثانيه هاف انرجي، والثانيه هاز انرجي بات فروم لايت، وذا ثيرد وان has energy but from electricity. هنا الفورمز اوف انرجي ديفر، بتختلف، بس في النهايه هم كلهم انرجي وهم كلهم بيخلوا الكار تعمل موفمنت في النهايه، فالانرجي هي الانرجي but forms may change. فهمنا كده الفكره؟ يبقى هنا يا حلوين، so energy has many forms but all these forms are similar، بس كلهم في النهايه حاجه واحده، ان هما have the ability to do work. طيب تعال بقى دلوقتي لما ننتقل لنقطة حلوة جدا وظريفة، وهي العلاقة بين matter and energy. يعني احنا كنا اخدنا في اللسن اللي فات اتكلمنا عن matter، فتعال كده نشوف هو ايه العلاقة بين matter والenergy، وده بياخدنا لسؤالين مهمين. السؤال الاول بيقول لي ايه؟ Is energy matter؟ هل ينفع انا اقول ان الانرجي دي matter؟ سؤال مش عارف بقى انت تقدر تجاوبه ولا لا، فكر فيه كده معايا. احنا خدنا الماتر صح؟ وعارفين ايه هي الماتر. فتعالى كده نطبق. You studied the matter and you know that matter must have mass and a mass and volume يا مستر. حلوة جدا. But the energy doesn't have mass or volume. هل انت شفت الانرجي عندها mass و volume؟ يعني هل انت شفت
اللايت انرجي مثلا، هل عنده ماس عنده فوليوم؟ طب هل شفت الكيميكال انرجي عندها ماس؟ الكيميكال انرجي ما بنشوفهاش، هي بتظهر لما بس نعمل بيرنينج للفيول، صح؟ فهنا الانرجي از نوت ايه، از نوت ماتر. الانرجي از نوت ماتر لانه الانرجي هاز نو ماس، هاز نو فوليوم، ولا عندها ماس ولا عندها فوليوم. الالكتريستي مثلا الكهرباء دي ما هي ماشيه في السلك ولا عندها ماس ولا عندها فوليوم. احنا خدنا الكلام ده واخدناه في الاكتيفيتيز بتاعه الماتر، الانرجي واللايت والساوند، كل دول هاز نو هاف نو ماس اند هاف نو فوليوم. طيب نيجي بقى لسؤال تاني، طب هل الماتر انرجي؟ يعني نقدر نعتبر ان الماتر في حد ذاتها انرجي؟ طيب نقول انه الماتر is not energy، لا الماتر is not a energy but it may store or produce energy. يعني ايه يا مستر؟ معلش بص يا حبيبي، بداية كده هل الانرجي دي ماتر؟ لا مش ماتر. طب ليه؟ because it has no mass and volume. دي خلصناها. النقطة التانية دلوقتي بقى، أنا بقول لك هل الماتر هيها الانرجي؟ لا، الماتر حاجة والانرجي حاجة، يبقى ماتر is not energy. ولكن الماتر نفسها دي بقى ممكن إنها store، تخزن، or produced، تنتج energy. طب إزاي يا مستر؟ عايزين نفهم القصة دي؟ هنفهمها دلوقتي. تعالى كده to understand what this sentence means let's do this activity. يلا نروح للاكتيفيتي يفهمنا اكتر. يعني مثلا بص يا حبيبي، bread is space because it has mass and volume. البريد اللي قدامك ده، ها ده has mass and volume، يبقى هو ايه؟ يبقى هو متر، صح كده؟ صح جدا، ماشي يا مستر، انا متفق معاك. طب تعالى بقى number 2، bread stores space energy. stores يعني ايه؟ بيخزن. البريد ده مخزن جواه energy اسمها ايه؟ that appears when burning it inside our cells. يعني لما باكل البريد واعمل له burning بقى في السيلز جواه بيبدا يديني energy. يبقى هو كان مخزن energy اسمها ايه جواه؟ يس يا مستر، كان مخزن جواه chemical energy عشان بتظهر مع البيرنينج. برافو عليك. يبقى هنا لاحظت ان البريد نفسه ماتر، صح؟ ولكن ستورز بيخزن جواه كيميكال انرجي متخزنه. حلو جدا. طيب كان يو فيل ذا كيميكال انرجي ان ذا بريد؟ بتقدر تحس بالكيميكال انرجي اللي موجوده في البريد؟ الحقيقه لا، انا ما بحسش بيها، هي في الاخر بتظهر بعد ما بتتاكل بقى ونعمل لها دايزيشن ونعمل لها بيرنينج، بتظهر في الاخر. لكن انا ما بشوفهاش وانا ببص على البريد كده، ما بكونش شايف حاجه، صح؟ يبقى هنا فعلا ما بحسش بالكيميكال انرجي اللي موجوده في البريد. يبقى هنا no I can't feel it. طيب نيجي هنا عندك جيتار. الجيتار ده is الجيتار ده ايه؟ matter or energy؟ لا يا مستر، الجيتار نفسه ده matter. ليه؟ because it has mass and volume. عظيم. طيب الجيتار can produce، ممكن انه ينتج space energy. يا مستر الجيتار ده بيديني sound energy. عظيم جدا. يبقى هنا لما انا بعمل moving للstrength بتاعته او الاوتار بتاعته بيبدأ produce energy. يبقى هنا ركز معايا، كنت بقول من شوية ان الماتر يا اما stores energy وده شفناه في البريد، صح؟ يا اما بروديوس انرجي وده شفناه دلوقتي في الجيتار وهو بيديني الساوند انرجي، رغم ان الجيتار ده نفسه اصلا هو عباره عن ماتر. حلو جدا. يبقى هنا يا اولاد نمبر 3، كان يو فيل ذا ساوند انرجي بروديوسد فروم ذا جيتار؟ يعني انت بتحس بالساوند انرجي بروديوسد فروم جيتار؟ ها بتحس لما الجيتار بيشتغل بتحس؟ بحس جدا. يبقى هنا يس اي كان سي ات، بشوف الساوند، ولا اي كان هير ات، ولا نو اي كانت؟ لا يس اي كان هير ات، انا بسمع الساوند بتاع الجيتار. اذا يا اولاد فروم اكتيفيتي 4 اللي احنا عملناه دلوقتي وي كان كونكلود ذات، نقدر نستنتج انه ذير ار انرجيز وي كان فيل. في انرجيز احنا بنحس بيها فعلا زي الساوند بتاع الجيتار، زي اللايت اللي بيجي من اللامب او من الصن،
اهو as sound energy and light energy while there are في بقى stored energies stored متخزنين inside the matter. وطالما متخزنين حاجة متخزنة هل انت هتشوفها او هتحس بيها؟ of course can't be observed. Can't be observed يعني لا يمكن ملاحظتهم. Can't be observed as the chemical energy اللي كانت موجودة فين؟ In the bread. كنا أخذنا قبل كده أنها برضو موجودة فين؟ In the fuel. تمام؟ يبقى هنا أنا عندي two types من energies. في energies can be observed. Can be observed يعني ممكن نحن نلاحظها and feel them. And another type دول بقى بيكونوا can't be observed and we can't feel them as chemical energy. طيب تعال بقى ندخل على النقطة بقى الشيقة في الموضوع. بما ان في stored energies متخزنة فأكيد الحاجة المتخزنة احنا ما بنشوفهاش. وده هيخلينا بقى نعمل بقى دور المحقق كونان او كرومبو مفتش كرومبو ونروح بقى عشان ندور مع بعض على الستورد انرجيز. عشان كده عندك اهوت ادي المحقق اهوت وبيقول لك now let's search for the stored energy. Let's search for the stored energy يعني نشوف بقى الانرجي متخزنه ندور عليها بقى نشوفها متخزنه فين عشان نحاول نوصل لها. تعالوا يا حلوين. When you look at the battery لما رحت كده تمسك الباتري اللي احنا بنستخدمها دي you don't feel any energy حتة بتاع في ايدك كده matter وخلاص it's just matter but when you put it inside the toy car starts moving بتبدأ الكار تتحرك الله يبقى هنا so surely the battery stores energy inside it ما هي التوي دي جابت انرجي منين؟ جابتها بعد ما انا حطيت جواها الباتري. يبقى الباتري في البدايه ما كانش باين عليها اي حاجه. Just matter. امتى بدا يظهر الكلام ده؟ لما حطيتها في التوي كار وبدات التوي كار تعمل الموفمنت بتاعتها. هنا مسكناها. كده واضح ان الباتري دي كانت stored مخزنه energy inside it. هكذا نشوف. But what is the stored energy inside the battery? صح. طب هكذا. Inside the battery يا أولاد, you will find some chemical materials. Chemical إيه؟ Chemical materials. يعني عندك شايف ده كده. دي كده حاجة اسمها كربون. وهنا بيكون في الإطار الخارجي أو البتاع الحاجة المغطية الباتري من برة دي بيبقى اسمه زنك. تمام؟ وبالتالي دول chemical materials. الchemical materials دول react together. أنا بقول chemical materials وهم react together يعني بيعملوا chemical reaction. بس مستر شكرا بيعملوا chemical reaction يبقى دي اسمها chemical energy. يعني يا مستر حضرتك عايز تقول إن الباتري دي inside it في stored energy اسمها chemical energy بتظهر لما بيحصل chemical reaction بين الماتيريالز الموجوده جوه الباتري بتاعتي. برافو عليك. يبقى producing electric energy لما بيعملوا reaction مع بعض هيبداوا يطلعوا لي الايه الالكتريك انرجي اللي بتمشي بعد كده في الالكتريك وايرز وبتشغل التوي. يبقى قبل ما تبقى كانت electric energy كان موجود جوه الاول electric كان موجود جوه الاول chemical reaction هو اللي اداني بعد كده الالكتريك انرجي. يبقى هنا يا ولاد the energy stored inside the battery اللي stored هي الكيميكال انرجي لكن لما بتيجي تخرج بقى من الباتري بتديني الكتريك ايه بتديني الكتريك انرجي زي ما احنا بنشوف. طيب تعالى بقى نروح لحاجه تانية. عندك هنا مثلا some things fall down as this book يعني شايف الكتاب ده كده فجأة واحنا قاعدين تلاقي الكتاب ده راح هوب واقع. طيب عادة احنا ما بنستغربش كتاب وقع بنروح نشيله وبنرفعه تاني حلو بس هنا there is a question. ايه هو الكويستشن يا مستر؟ انه هو ازاي الكتاب ده ممكن
إنه يتحرك. Can this book fall يقع without energy؟ هل هو ممكن يقع الوقع لو أحدي without energy؟ Yes or no؟ طبعا no. ولو أنت قلت yes يبقى أنت عندك مشكلة ونسيت اتفاقنا. Do you remember our agreement؟ نسيت الاتفاق بتاعنا إنه nothing can move or work without energy. مفيش حاجة ممكن تتحرك من غير energy. قاعدة أساسية. تمام؟ فكون إن this book fall down ده عمره ما كان هيحصل أبدا إلا من خلال energy موجودة عنده. طب هو جابها منين؟ هو جاب energy حطنا له باتري وصلناه بالإلكتريستي. دي حاجة غريبة شوية. طيب خلينا الأول متفقين إن ده ما حصلش إلا بإنرجي، صح ولا لأ؟ صح. اتفقنا مع بعض إنه there is nothing can move without energy. إذن تعال بقى نشوف مع بعض إيه اللي حصل والكتاب ده جاب الإنرجي بتاعته منين. But from where did this book get energy؟ اخذ الانرجي بتاعته منين بقى؟ احنا اتفقنا انه عشان يتحرك لازم يكون في انرجي هي السبب في الحركه دي. تعال بقى انا احكي لك الحدوته بقى. The book got this energy، اخذ الانرجي دي from the person who bought it on the shelf. يعني ايه؟ يعني الولد ده اخذ الكتاب وراح عشان يحطه على الشلف ده في المكان ده. هل وهو رايح يحط الكتاب ده هو اللي بدأ يدي للبوك الانرجي؟ يعني انا برفع الكتاب وبديله انرجي من معايا عشان ابدأ احطه في المكان ده، فالانرجي اللي انا اديتها له هو اخدها مني وبدأ يعمل لها storing او تخزين inside it. يبقى where the energy transferred يعني انتقلت from the person to the book which was stored، وبدأت تتخزن في البوك ده inside the book in the form of gravitational potential energy. يبقى الانرجي اللي اتخزنت جواه سميناها ايه؟ gravitational potential energy. يبقى ركز بقى معايا هنا ولاد، البوك لما كان محطوط على الشلف او على الرف مش باين ان هو عنده اي انرجي. ظهرت امتى؟ ظهرت لما وقع. فلما جينا ندور بقى اصلها جاي منين؟ اصلها جاي من البيرسون اللي هو بوت ذا بوك اون ذا شيلف، اللي هو حط البوك اون ذا شيلف. فحصل ترانسفيرد للانرجي اللي كانت مع البيرسون او الشخص للبوك وبقت ستورد. طب الستورد انرجي اللي ظهرت بالشكل ده او اللي هي موجوده في الكتاب ده نسميها ايه؟ هل نسميها كيميكال؟ لا، احنا هنا ما عملناش بيرنينج ولا في كيميكال رياكشن. دي بنسميها gravitational potential energy. طب ليه سميناها gravitational؟ لان كلمه gravitational لها علاقه بالجاذبيه، الجرافيتي اللي هي الجاذبيه. فgravitational potential energy لان احنا رفعناه عكس الجاذبيه، رفعناه لفوق. تمام، والجاذبيه هي اللي هترجع تشده تاني لتحت وتوقعه، فدي سميناها gravitational potential energy. again gravitational potential energy. الgravitational potential energy بتيجي منين؟ بتيجي من ان انا عملت work قبل كده على object واخدته وحطيته في مكان مرتفع او رفعته عن الارض عكس الgravity. تمام؟ فبقى اصبح عنده جواه حاجة اسمها gravitational potential energy. طبعا نعملين بنكتشف اهوت وبندور على stored energies من الحاجات اللي بنشوفها حوالينا. طيب تعال بقى يا جميل عشان نثبت المعلومات اللي احنا اخدناها. The gravitational potential energy is the reason for many things we do. تعال بقى عشان gravitational energy دي هتتفاجئ ان انت مريت بحاجات كتيرة جدا كان كلمة السر وراها هي ال gravitational potential energy. For example when you skate on sand، يعني لما تتزحلق على الرمال زي الراجل اللي بيتزحلق ده، you go up to hell. You go up to hell زي الرجل ده اهوت بيبدأ go up to hell، يعني بيبدأ يصعد على مرتفع عالي، يبدأ يطلع 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 يطلع. تمام ماشي، ده at first في الأول. وبعدين
في الحالة دي during your that your body stores gravitational potential energy. هو أنت مش جسمك عمال يتحرك up to hell عكس الجرافيتيشنال فورس عكس الجاذبية الأرضية. فطول ما أنت طالع عمال جسمك بيخزن جواه كل ما يطلع لفوق عمال يعمل جواه ستورينج أو تخزين للجرافيتيشنال بوتنشال إنرجي. تمام؟ لحد ما توصل لـ the top of the hill على نهاية المرتفع اللي عندك وبتبدأ سلايد داون انك تنزل بقى عشان تعمل سلايدنج او تتزحلق. تمام؟ طب وانت بتتزحلق هل بتعمل اي مجهود؟ انت بس بتقوم واقف كده وتسيب نفسك بتلاقي نفسك موفينج داون وبتعمل سلايدنج. الله. طب وانت عشان تنزل كده مش محتاج انرجي؟ اه مش هينفع انزل الا بانرجي. طب جت منين؟ مش حضرتك يا مستر قلت ان احنا عمالين نعمل ستورينج واحنا خارجين واحنا طالعين لفوق؟ اه ف up to hell عمال استور ستور 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 بقى عندي كميه بوتنشال انرجي جوايا زي اللي كانت جوه الكتاب. ولما انا جيت عملت سلايدنج كل الستورد انرجي اللي كانت جوايا بدات استخدمها to slide down. يبقى هنا يا اولاد you use this stored potential energy to do work. يبقى هنا يا اولاد up to hell وانت طالع لفوق potential energy is stored عمال انت تعمل storing للpotential energy. طيب وانت نازل بقى لا هنا بقى potential energy is used انا بستخدم potential energy اللي كانت جوايا وانا نازل لحد لما اخلص عليها. Of course when you move up higher كل ما انت هتتحرك في مرتفع اعلى the stored potential energy increase. يعني لو انا دلوقتي طلعت الجبل لحد هنا تمام هيبقى عندي كمية بوتنشال انرجي وهنزل بيهم. طب لو انا طلعت بالجبل مكان اعلى لحد هنا كده لما اجي بقى انزل لا ده انا هيبقى عندي كمية انرجي اعلى بكتير صح. طب لما اطلع لي higher distance ده انا كده هيبقى عندي انا خزنت انرجي اعلى بكتير فلما هعمل سلايدنج هنزل فاستر هسرع اسرع جدا وهيبقى عندي كميه انرجي اكبر بكتير. يبقى هنا يا اولاد as you move higher the stored potential energy هتبدا increase so you can slide faster هتقدر تتزحلق بشكل اسرع بكتير كل ما يبقى عندك higher distance او ترتفع اعلى بشكل اكبر لان كل ما ترتفع اكبر كل ما انت عمال بتخزن 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 فبالتالي طبيعي جدا هيكون عندك more potential energy. طيب تعال بقى هنا activity 5 عشان نثبت بقى المعلومات اللي احنا اخدناها. عندك هنا 3 boys اهمت وادي السلايدنج بتاعتك او المرجحة بتاعتك. The boy that has not any potential energy. مين اللي ما عندوش potential energy نهائيا؟ طبعا اكيد هيكون مين؟ هشام. لان هشام هنا لسه on ground واقف على الارض ما عملش moving up تمام وبالتالي هنا zero potential energy بالنسبة لهشام. طيب when هشام goes up potential energy هيحصل لها increase ولا decrease ولا doesn't change؟ يعني لما هشام moves up كده هيحصل ايه في potential energy بتاعته؟ increase ولا decrease ولا doesn't change؟ لا يا مستر as he moves up the potential energy هتبدأ increase يبقى increase. طيب number 3 the boy that has maximum potential energy اللي عنده maximum potential energy اكيد هيبقى هو ال highest الاعلى. يا ترى مين يا اولاد؟ yes برافو عليك it's علي. okay when علي moves down his potential energy لما علي ها moves down هيحصل ايه في البوتنشال انرجي بتاعته؟ يا ترى انكريز ولا ديكريز؟ لا يا مستر هو موفز داون يبقى كده هتبدا البوتنشال انرجي اللي كانت موجوده معاه تبدا ديكريز 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 لحد ما ينزل لتحت. يبقى هنا بوتنشال انرجي اكيد ديكريز. طيب نمبر 5 the correct ascending order according to the stored potential energy. يعني ايه ascending؟ ascending يعني من from smaller to the greater. طيب correct ascending order من الصغير للكبير.
بالنسبة للبوتنشال انرجي مين كان اصغر حد؟ طبعا كان مين؟ كان هشام، ده كان زيرو صح؟ طيب مين اللي بقى اكبر منه شوية؟ طبعا هيبقى اللي هو في الهايت بتاعه او الارتفاع بتاعه متوسط اللي هو عمرو. طب مين بقى اللي هيبقى عنده ذا ماكسيمم بوتنشال انرجي؟ اكيد هيبقى بعد كده علي، وبالتالي الاوردر المظبوط هيبقى هشام عمرو وبعدين علي هو الماكسيمم اوردر. طيب كده يا اولاد عملنا اكتيفيتي يفهمنا شويه. تعال بقى ستوب تو ريفايز، تعال كده نراجع مع بعض اللي احنا اخذناه. Match each picture of the following with the related form of energy. عندنا هنا يا أولاد بنوتة هي جميلة بتستخدم الفلوت، تمام، اللي هو العود أو الربابة، تمام. دي بقى produce إيه؟ هل دي produce light energy ولا chemical energy ولا sound energy ولا mechanical energy؟ طبعا الفلوت يا أولاد produce yes sound energy اللي هي دي، عظيم. طيب movement of the train، movement هنا in movement، يبقى movement train يبقى ده نوعها yes mechanical energy. طيب battery stores ايه؟ battery stores يا مستر chemical energy عشان بتحصل chemical reaction جواه. طيب traffic sign اللي هي اشارة المرور دي produce ايه؟ دي يا مستر produce light energy، تمام. يبقى كده يا اولاد فهمنا الـ types of some forms of energies، وفهمنا الـ stored energies اللي هي الـ chemical والـ gravitational potential energy، وازاي فكرة الـ storing دي بتحصل. ان شاء الله هنكمل في الكلام ده بإذن الله الـ part 2. استنوني ان شاء الله الحلقة اللي جاية نكمل مع بعض اللي أخدناه. من هنا لحد ما اشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.